فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردت للبرنامج يقول: بعض الناس يذهب إلى الاعتكاف في مكة، عنده أولاد في الرياض وبنات وأهل، ويتركهم يمرحون ويسرحون ويذهب عنهم، هل اعتكاف هذا الرجل جائز؟ لا، هذا أتى بسنة وضيع واجبا، لأن أولاده رعية في ذمته، يجب عليه أن يحافظ عليهم، فإذا ذهب بهم وضيعهم وبزعمه أنه يعتكف أو يجلس في الحرم فهذا آثم، لأنه ضيع واجبا عليه، وهو راع ومسؤول عن رعيته مع أولاده ونسائه. نعم.